موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. هذا هو المجلس الثاني. بوب البخاري أو ذكر الكتاب ويقول كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم يقول وهو قول وفعل يزيد ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوه فزادهم إيمانا. ده الإمام البخاري في مقدمة الكتاب يذكر هذا الكلام والأدلة، بعض الأدلة من القرآن على ما ذكر. قال وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان إلى آخره. الشرح ذكرنا أننا سنقرأ شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري وغير فتح الباري شرح الإمام ابن حجر، وذكرنا أنه لم يتم ذلك الشرح. فيقول بقى، قال زين الدين ابن رجب حافظ ابن رجب رحمه الله، قال البخاري الإيمان قول وفعل. يقول ابن رجب وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، يعني أكثر العلماء قالوا قول وعمل، لم يقولوا فعل، قالوا قول وعمل. وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث، اللي هو إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل وعلماء أهل الحديث. وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا. أي هو هنا تعريف الإيمان الإيه الاصطلاحي إنه هو قول وإيه وعمل. تعريف الإيمان لغة لم يذكره، يعني دخل على طول في شرح ما ذكره البخاري رحمه الله من أن الإيمان قول وفعل، مع إشارة إلى أن تعبير العلماء إنه قول وعمل لم يذكره إيه، ويأتي تفصيل كلامه في يعني بيان هل هناك فرق بين الفعل والعمل أم لا، سيأتي هذا. لكن هو هنا يبين، يعني يشرح ما قاله البخاري رحمه الله من أن الإيمان قول وفعل، مبينا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماع سلف الأمة، واللي نقل هذا الإجماع إجماع الصحابة والتابعين الإمام الشافعي رحمه الله، وأبو ثور حكى الإجماع أيضا على هذا، على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. ده المعنى اللي احنا اتفقنا قلنا المعنى الايه، معنى الإيمان في الايه في الاصطلاح. طب والمعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي العلماء يعني يدور على ثلاثة معان، الإيمان لغة بيدور على ثلاثة معان، بيدور على التصديق لغة، والإقرار أو الدخول في الأمن. الثلاثة دول معاني لغوية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن عثيمين رجح أنه بمعنى الإقرار لغة. طيب ليه احنا بنقول أنه في اللغة له أكثر من معنى، تصديق والإقرار والدخول في الأمن؟ لردا على المرجئة والذين زعموا أنه هو التصديق بإجماع أهل اللغة، وخلوا الإيمان حتى في المعنى اللي معناه الاصطلاح الشرعي أنه مجرد إيه التصديق، وده كلام مردود، وده كلام مردود، لأن احنا حتى مش متعبدون بالمعاني اللغوية. الشاهد حتى لو طيل في هذا الأمر، وإحنا متعبدون بالمعاني الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة.
والصلاة في اللغة الدعاء، لكن في المعنى اللي تعبدنا الله به غير هذا المعنى، هي الأفعال والأقوال المخصوصة اللي بتفتتح بالتكبير وتختتم بالسلام. الزكاة في اللغة النماء، لكن لا، نحن ربنا تعبدنا بزكاة إخراج يعني شيء مخصوص أو كم مخصوص من أصناف مخصوصة لأناس مخصوصين كما يقول العلماء بالتفصيل فيها. الصيام معناه الإمساك لغة، لكن احنا تعبدنا الله بالصيام بإمساك مخصوص، وهو الإمساك من عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى آخره. فتعبدنا الله عز وجل به ليس المعنى اللغوي، إنما المعنى الشرعي الورد في الشرع. الإيمان قلنا معناه أن إيمان قول وعمل، البخاري قال قول وفعل. الحافظ ابن رجب بيشرح لنا بقى، بيفصل إن هذا إجماع، بس على إنه قول إيه، عبارة الإيه، العلماء أكثر العلماء عبارتهم قول وعمل، يعني ليس لا يقولون قول وفعل، قول وعمل. وينقل الإجماع عن سلف الأمة حاكيا ذاكرا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وأبو ثور من حكاية الإجماع عن سلف الأمة على الصحابة والتابعين. يقول: وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن يعني لا يفرقون بين الإيه؟ الإيمان، إن العمل من الإيمان، فلا يفرقون، لأن العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان كما سيأتي تفصيل ذلك. أنا أنقل كلام السلف وكلام ابن رجب ثم أعقب ببيان عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فيقول إنه كانوا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وده حكى غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. قال: وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح. وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن، حسن البصري، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والشعبي، والنقعي، والزهري، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد. الأقوال بتاعتهم دي موجودة في كتب الإيه؟ في كتب الأثر، اللي هي كتب العقائد بالأثر، زي ايه؟ زي كتاب الشريعه الاجري، وزي الابانه لابن بطه وغير ذلك، عباراتهم موجوده ماشي. وابي عبيد وابي ثور وغيرهم، حتى قال كثير منهم ان الرقبه المؤمنه لا تجزئ في الكفاره حتى يؤخذ منها الاقرار، وهو الصلاه والصيام، منهم الشعبي والنخعي واحمد في روايه. وخلف في ذلك ايه يعني طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. تبع معي، يعني بيقول إن الوارد عن سلف الأمة إجماعا، وحكى بعض هؤلاء السلف من الأئمة الأكابر، أن الإيمان قول وعمل. ذكرنا احنا في ترجمة البخاري، البخاري نفسه قال إنه كتب الحديث عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. تبع معي، ده اللي عليه ايه؟ عليه يعني سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، من أن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، وعمل. واضح؟ بيقول بقى: خالف في ذلك طوائف، خالف في ذلك ايه؟ طوائف. تكلم طبعا الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة، يؤخذ بها الإقرار، بيقول الصلاة والصيام ده يعني غالبا قول من يعني ذهب إلى دخول الايه المباني الاربعه في اركان الايمان، اللي هم عندنا زي ما ياتي الكلام في المباني الاربعه، الصيام والصلاه، هات هذا بعد كده في تفصيل في الكلام، في خلاف بين اهل السنه والجماعه في كفر تاركها. فهل في كفر تاركها منهم من كفر بتركها، وده داخل اهل السنه والجماعه طبعا، الترك بغير جحود، لان الترك جحودا ده اجماعا يكفر، لكن احنا بنتكلم في الايه التارك لها غير جاحد. فاختلف السلف، جمهور السلف على أن تاركها لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وذهب بعض السلف ماشي إلى الإيه؟ إلى كفر الإيه؟ فده كله بيؤكد إيه؟ هو يؤكد القول على دخول العمل في الإيمان. يعني من قال هذا من سلف الأمة اللي هم تكلموا، يعني من باب التأكيد وزيادة الإيه؟ إخبارك التوضيح، أو لعله مذهب من
يرى كفر تارك الصلاة، ومن ثم اشتراط الرقبة المؤمنة في الكفارة، يبقى لو كان تارك الصلاة عنده هذه لا تجزئ من هذا الباب، من هذا الباب. طيب يقول: وخالف في ذلك طوائف، وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيره. يعني هناك من خالف في مسألة كون الإيمان قول وعمل، اللي هم من اللي هم بيذكر طبعا ايه مرجئة، ما يسمون بمرجئة الفقهاء. يقول: وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان. قالوا: الإيمان المعرفة مع القول، معرفة التصديق، اعتقاد القائل، تصديق. قالوا، والبعض طبعا بيتكلم، دول من؟ دول مرجئة الفقهاء اللي هم أهل الكوفة، أهل الكوفة اللي هم بعد كده بقى يعني الأحناف ومن معهم. ودول قالوا الإيمان هو الإيه؟ أخرجوا العمل من الإيمان، وده طبعا خلاف الأدلة التي تأتي تفصيلا، خلاف الأدلة التي تأتي تفصيلا، لكنهم طبعا باب البيان الأمر قالوا أن تارك العمل مذموم وداخل في دائرة الوعيد، وده اللي خلى أهل العلم عدوا الخلاف لفظيا في هذه الجزئية. يعني الأحناف أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ماشي، لهم أهل الكوفة اللي بيذكر عنهم إيه الحافظ ابن رجب بيقولهم خالفهم، ماشي، فقالوا الإيمان قول وعمل، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لكنهم قالوا تارك العمل مذموم ومعرض للعقوبة. انتبه معي، فمن هذا الكلام جعل أهل العلم يقولون إن الخلاف لفظي، وإن كان طبعا الخطأ بين. ليه؟ لأن أدلة الكتاب والسنة صريحة وواضحة وقطعة على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. انتبه معي، على أن الإيمان قول وعمل. طبعا قبل أن أسرد، هو بيذكر بعض أقوال الفرق المخالفين لأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. قبل أن أدخل في هذا، نقول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، وده إجماع الصحابة كما نقل ذلك الشافعي وأبو ثور. في تفصيل بقى الايه، أتجد أن بعضهم يقول قول وعمل، بعضهم يقول قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان والصدر، بعضهم يقول قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. وهذه العبارات تنوعت، إلا أنها لا تدل على اختلاف في المضمون. يعني عبارات السلف في تعريف الإيمان، أهل قول وعمل، أو قول وفعل زي ما البخاري قال، أو قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان إلى الجوارح، هذا التنوع في العبارات ليس معناه أنهم مختلفون في المضمون، لا، هو المضمون كله ده واحد. إزاي؟ تابع معي. قول الاعتقاد بالجنان اللي هو التصديق وعمل القلب، وقول اللسان نطق الشهادتين، وعمل الايه الجوارح، وعمل بالأركان. هو ولا القول وعمل قصد أن القول قولان، قول اللسان نطق الشهادتين، وقول القلب التصديق، وأن العمل عملان، عمل اللسان والجوارح وعمل القلب، أو عمل القلب وعمل لسان والجوارح. عمل القلب اللي هو إيه؟ اللي هو الخشية والإنابة والحب والرجاء، العبادات القلبية الزائدة على مجرد على التصديق، تصديق قول القلب، والتصديق الجازم بأصول الإيمان الستة كما ورد في الكتاب والسنة. طيب، وقول اللسان نطق الشهادتين، وفي عمل اللسان اللي هي العبادات اللسانية غير نطق الشهادتين، وعندنا أعمال الجوارح الصلاة والصيام والزكاة. انتبه معي، فأصبح ده. طيب، واللي قال ونية أكد عليه أن هي ما هي جزء من أن هي عمل قلبي، بس ذكرها ذكر الخاص بعد الايه، بعد العام، من باب التأكيد. يبقى أنا عندي ما فيش خلاف في الايه، في المعنى، المعنى واحد، سواء قلنا اعتقاد بالجنان اللي هو تصديق القلب وعمل القلب، أو قول اللسان وعمل بالأركان، أو قلنا قول وعمل، أو قلنا قول وعمل ونية، أو حتى ما قاله البخاري بالقول والفعل، وهيبين دلوقتي الايه الوضع. ده الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والإيه والجماعة. بيقول بقى، بيسرد الحافظ ابن رجب
الطوائف الذين أو الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا. بدأ بالكلام عن أهل الكوفة وبعض أهل البصرة اللي هم الأحناف، بعد كده يعني عرف هذا لك عنهم، لكن معهم بعض الناس آخرون يعني قالوا إن الإيمان قول، وإيه الإيمان؟ المعرفة والقول، أو التصديق والإيه والقول، ماشي. قلنا بس ودول مرجئة الفقهاء، ودول لا شك أنهم أخطأوا في عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان وخالفوا الأدلة، لكن ذكروا أو قالوا اللي هم الأحناف، قالوا إن تارك العمل مذموم، تمام معي عشان تاخد بالك، وإنه يعاقب. عشان كده ده اللي خلى البعض أهل العلم أو العلماء قالوا إن الخلاف معهم خلاف إيه؟ خلاف لفظي. أما بالنسبة لأعمال القلب، بالنسبة للأحناف عمل القلب، ففي خلاف بين العلم، منهم من قال أنهم لا يدخلون عمل القلب في مسمى الإيمان، ومنهم من قال أنهم يدخلونه، وهو الأشهر، منهم من قال أنهم يدخلونه، لكن وقعوا في تناقض، لأن كان يلزمهم أن يدخلوا كما ذكر الشيخ ابن تيمية، إن أدخلوا عمل القلب في الإيمان لزمهم أن إيه؟ أن يدخلوا عمل الظاهر في مسمى الإيمان. طيب وإن لم يدخلوه وافقوا جهما، وافقوا جهما. طبعا إحنا لو ننظر في بعض حتى يعني عبارات من الأحناف الشراح لكلام الأحناف، منهم ذكروا أن أعمال القلب داخلة عندهم، بل وعندنا عبارة زي عبارة الإمام الطحاوي لما يقول في حب الصحابة، في الصحابة رضوان عليهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وكفر وطغيان، أو والحب عمل قلبي والإيمان أدخله. البعض يقول ده مشكل على الطحاوي إنه قال التصديق، فرد رد على ذلك إنه قال الإيمان التصديق قبل ذلك والقول اللي هو كلام الأحناف، فإزاي لا أدخل العمل؟ البعض قال إن لا، ده يعني دليل على إنهم يدخلون عمل القلب في مسمى الإيمان، لما أخرجوا عمل الظاهر فقط مسمى الإيمان، وإن كان خلافهم لفظيا كما ذكرنا. طيب يقول وحدث بعدهم، أي بعد بقى كلام أهل الكوفة، وحدث ليه حدث؟ لأن القول ده اللي هو كلام مرجئة الفقهاء الأحناف، إن الإيمان اعتقاد القلب أو تصديق القلب مع القول فقط، وما أدخلوش العمل، في كلام مخالف لكلام لإجماع الصحابة وللسلف، واللي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. بعد كده بقى حدث إيه بعدهم؟ من يقول الإيمان المعرفة خاصة، اللي هم من اللي بيقول الإيمان معرفة خاصة؟ دول المرجئة، ودول قسمان، ومنهم ومن يقول الإيمان قول القول خاصة، دول كلهم أصناف المرجئة، وهم غلاة الجهمية اللي قالوا الإيمان مجرد العلم معرفة فقط مش تصديق كمان، وده أقبح الأقوال في الإيمان، بل كفر السلف من يقول بهذا، لأن مجرد المعرفة حتى من غير تصديق يبقى أنت خليت حتى إبليس نفسه أدخلته فيه، ما يبقاش فيه كافر على وجه الأرض كده خلاص على مذهب جاه، وهذا أقبح الأقوال وأشنعها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، أقبح المقالات في مسائل الإيمان ما قاله جهم، إنه الإيمان مجرد المعرفة. طب مجرد المعرفة، طب إبليس كان يعرف وكله يعرف، يبقى أنت في الحالة دي. وفرعون ذكر الله عنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تبع معي، يبقى لو أنت بذلك يبقى لا يكون على وجه الأرض كافر، كما رد العلماء على هذا المذهب الفاسد الكاسد، ده كلام غلاة الجهمية. طيب عندنا اللي هما، وهناك من قال إنه التصديق فقط، ودول عموم الإيه المرجئة، ولا سيما جماهير الأشاعرة والماتريدية مشوا على هذا، إنه عندهم الإيمان مجرد الإيه التصديق، مجرد التصديق، وده كلام باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة الصريحة بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، اللي هيأتي إن شاء الله ذكرها في خلال ما احنا ماشيين في دراسة كتاب الإيمان عند الإمام البخاري. وانتبهوا، فائدة دراسة كتاب الإيمان وغيره من كتب الاعتقاد بالأثر أو كما ورد في كتب السنة زي صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم، إيه؟ إنك تطلع على كم كبير من الأدلة والآثار لتعرف بفضل الله عز وجل أن معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الحق المعضد الذي دلت عليه أدلة القرآن وأدلة السنة وآثاره السلف من الصحابة والتابعين، من التابعين، انتبه معي، فده بفضل الله تبارك وتعالى تزداد أنت يقينا بما أنت عليه، وتزداد قوة ورسوخا بفضل الله، إن هذا المعتقد المبارك
معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الحق الذي دلت عليه أدلة القرآن وأدلة السنة وأثار أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله على الجميع. يقول به هو والمرجئة اللي قالوا إيه؟ يبقى أنا عندي المرجئة اللي قالوا غلاة المرجئة غلاة الجهمية اللي هم الجهمية غلاة المرجئة اللي قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، عندنا وهنا ده أقبح الأقوال والمقالات، عندنا الإيه المرجئة اللي قالوا مجرد التصديق مخالفين أدلة الكتاب والسنة واللي جمهور أشعار الماتريدية من هؤلاء، عندنا المرجئة اللي قالوا الإيمان القول فقط اللي هم الكرامية أتباع ابن الكرام، قالوا الإيمان مجرد القول، مجرد القول، يعني ده ما إيه خدت بالك لم يدخل لتصديق القلب ولا عمل القلب ولا عمل الجوارح، كل دي فرق المرجئة وكلها حادت عن الطريق وتنكبت الصراط وخالفت أدلة القرآن والسنة. يقول بقى والبخاري عبر، حافظ ابن رجب يقول هو والبخاري عبر عنه بأنه قول وفعل، أنه قول وفعل. انتبه معي، البخاري قال قول وفعل، أنا قلت لكم إن عندنا من السلف عبارات السلف القول وعمل، وبينا إن القول قولان والعمل عملان، اللي قال قول وعمل ونية، اللي قال اعتقاد بالإيه بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان الجوارح يعني، ودي عبارات كلها إيه تدور حول مضمون واحد ده عند السلف. يقول هو والفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، يعني إيه هنا مذهب الإمام البخاري من هؤلاء الناس اللي عندهم الفعل مرادف للإيه للعمل، عشان كده القول وفعل زي قول وعمل. ومنهم من يقول هو أعم من العمل، فمن هؤلاء من قال، البعض يقول إن الفعل أعم من العمل، وبعضهم يقول الإيه الإيه هو مرادف للعمل. فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه، اللي قالوا بقى إنه أعم يعني بقول إيه الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، عند الإيه الإطلاق. دول اللي هم ذهبوا إلى إن الفعل أعم من العمل، وكأن البخاري طبعا من هؤلاء لأنه قال كده، قال القول وفعل، قول وفعل. طب معي قال إن إيه إن إما إنه عنده مرادف للعمل، وأنا غالبا هذا هو الراجح. وذكر الحافظ ابن رجب أن بعض من ذهب إلى هذا إلى أو أن البعض ذهب إلى أن الفعل أعم من العمل، إزاي؟ قالوا والله الفعل بيدخل فيه القول وعمل الجوارح، أما العمل عند الإطلاق لا يدخل فيه القول، لا يدخل فيه الإيه؟ القول عند الإطلاق. بيقول ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما قول، قول يفعل وعمل يعمل، عمل هنا القول يفعل، فخلى الفعل هنا عام شامل للقول والإيه؟ أهو قول يفعل وعمل يعمل، ده أخرجه الخلال في السنة بقى انت طيب، لكن في ابن لهيعة بيقول ومنهم من قال العمل ما يحتاج الى علاج ومشقة، والفعل اعم من ايه من ذلك. دي كلها اقوال في الايه في التفريق او بين الفعل والعمل، يذكرها الحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب رجل موسوعي، فبيعمل ايه ما بيتكلم يستطرد ويدخل في تفاصيل التفاصيل احيانا. تبه ومنهم من قال العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين آجرا، والفعل عام من ذلك. يعني بعضهم أيضا قال والله العمل اللي يحصل فيه تأثير في المعمول زي الطين لما نعمله آجر، يعني يعمله إيه طوب طين يتصنع هو. ومنهم من قال العمل أشرف من الفعل، كل دي أقوال في مسألة فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة. ده بعض الناس قال كده، قال والله العمل أشرف من الفعل وإيه وإن العمل لا يطلق إلا على ما فيه شرف ورفعة. ليه يا جماعة؟ قالوا إنه مقلوب عمل، لما نقلب كلمة عمل يقول لمع، عمل أخرها لام ميم عين يبقى لمع، ودي معناها ظهر وأشرف. فمن هذا الأمر يعني اتخذ البعض إن العمل يبقى أشرف من الإيه من الفعل. الحافظ ابن رجب يعقب على هذا الكلام ويقول وفيه نظر، ده كلام مش إيه مش سليم. إزاي؟ فإن عمل السيئات يسمى أعمالا، وده ماشي أهو مش 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 حاجة بقى إيه، مش ده أشرف من الفعل، ما هو في السيئات عمل سيئات وتسمى فعل، فده يرد على هذا الكلام اللي ذكره البعض. يقول إيه وهذا فيه نظر، فإن عمل السيئات يسمى أعمالا كما قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، يعمل وسوءا
يبقى ازاي تقول لي بقى ان العمل اشرف من الفعل وانه عكسه لا مع؟ انتبه معي. ولو قيل عكس هذا لكان متوجها. يعني لو قيل عكس ديت لكان الايه؟ لكان متوجها. وقالت على من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. ماشي؟ يعني لو قيل عكس كده، لو قالوا الفعل اللي اشرف عشان العمل ذكر في السيئة والحسنة، بيقول لك كان ممكن يبقى لها وجهة. يعني ايه؟ ده كله بيؤكد بعد هذا الكلام المذكور آنفا عن بعضهم. ماشي؟ عن بعضهم. فيقول: فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل، فقوله تعالى: وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يعني هو بدأ بإيه؟ يشير إلى أن لو قيل أن الفعل أشرف، يعني أشرف وأعلى من الإيه؟ من العمل، لكان أولى. ليه؟ لأن العمل عندي يطلق على السيئة والحسنة، والرب عز وجل يضيف إلى نفسه الفعل. واخد بالك أنت إزاي؟ يضيف إيه؟ طيب، قال: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إن الله يفعل ما يشاء. وإنما أضاف العمل إلى يديه، كما قال الرب جل وعلا، كما قال: ألم يروا أنا خلقنا لهم عملت أيدينا أنعاما. هنا أيدينا أنعاما، والعمل موجود إضافة، يعني الفعل أضيف إلى الرب مباشرة جل وعلا. أما هنا أضيف العمل إلى إيه؟ إلى يديه عز وجل. الرب، تعلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل على نحو اللائق بكماله وجلاله، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل إلى آخر ما هنالك. طيب، عندنا الإيه؟ هذه يعني من الصفات المثبتة للرب أن له يدين، وكلتا يديه يمين، وصفها تبارك وتعالى. ماشي؟ طيب، فبيقول بقى هنا ايه؟ هنا المقصود في الايه ديت بالذات: الم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، ليس المراد هنا الصفه الذاتيه زي بيقول ابن حافظ رجب بغير اشكال. ليه؟ لان لو كان الانعام وكل شيء خلق بيدي الله مباشره لكان ايه؟ مفيش تفضيل بقى، لاستوى خلق الانعام مع خلق ادم عليه السلام، لان ادم خصه الله بان خلقه بيديه. خلقه بيديه. لذلك قال الرب جل وعلا خاطبا ابليس لما استكبر ان يسجد لادم: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. بيدي يعني تشريفا له لادم عليه السلام، ان خلقه الله بيدي عز وجل الكريمتين. انتبه، تشريفا له. طيب، لو كانت اليدين القدره او النعمه زي ما المعطله واهل البدع يحرفون الكلم عن مواضعه ويصرفونه عن ظاهره، ها، لكان ابليس، ما هو ابليس برضه خلق بقدره، من جميع المخلوقات خلقت بقدره الله، بقدره الله عز وجل. فكان ايه؟ فكان في الحاله دي كان ابليس يقول ايضا: وانت خلقتني بيديك. هو كان في مقام جدال مع الرب جل وعلا، انتبه، ولكن سكت لانه يعلم ان ادم خلق بيدي الرب الحقيقيتين الكريمتين تبارك وتعالى، تشريفا له، تشريفا له عليه السلام. فعشان كده الحافظ بيقول دي مش الصفة الذاتية، اللي هي صفة ايه؟ اثبات اليدين لله عز وجل. انتبه معي، ليست هذه، يقول بلا خلاف بلا اشكال. طيب، وعندنا الصفات بتنقسم للصفات الذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. ادي معنى الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، زي ايه؟ زي الحياة والسمع والبصر واليدين والوجه، دي صفات ذاتية. وفي صفات فعلية اللي هي متعلقة بالمشيئة، زي ايه؟ زي الاستواء والضحك والنزول إلى السماء الدنيا، الصفات دي ثابتة على النحو اللائق بكمال الله وجلاله. وعندنا صفات ذاتية فعلية، أصلها ذات، وقوع بعض أفرادها وحادها فعل، زي الكلام، صفة الكلام أصلها صفة ذاتية للرب جل وعلا. يعني من حيث بقى وقوع الكلام يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيفما شاء، صفة فعل، صفة فعل، والخلق كذلك. طيب، ثم يقول: واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل. قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. سق سبحانه لنفسه فعال، ما قالش عم ده كله. عايز يقول ابن حافظ ابن رجب عايز يقول لنا إن اللي قالوا إن العمل أشرف من الفعل كلامهم مردود ومخالف، وإن لو إحنا قلنا الفعل أشرف من العمل كان يبقى له وجهة، وبين بقى له وجهة ليه. إن الرب أضاف الفعل لنفسه، إن الرب جل وعلا اشتق من الفعل دون العمل لنفسه اسما، قال: إن ربك فعال لما يريد. طيب، إلى آخر إيه كلامنا. ثم يقول بقى:
ثم قال البخاري رحمه الله: ويزيد وينقص. يعني كده عرفنا طبعا، ما ذكرش بقية الفرق في تعريف الإيمان، وكلمنا بس على أهل السنة والمرجئة، جهة الفقهاء ولاة المرجئة الجهمية اللي قالوا مجرد المعرفة، أهل السنة قالوا إيمان قول وعمل، المرجئة مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان المعرفة والقول أو التصديق والقول، وبينا ذلك. المرجئة الآخرون أقسام، ولاتهم اللي هم الجهمية قالوا مجرد المعرفة، عموم المرجئة والتصديق اللي ومنهم من قال القول زي الكرامية. ما ذكرش بقى الفرق المنحرفة اللي برضه عن أهل السنة اللي هتخالف بقى هنا في لأنه ما خالفوش في قول وعمل، اللي هم المعتزلة والخوارج، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وافقونا في هذا، لكن خالفوا في الزيادة والنقصان. انتبه معي، لكن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في يعني في مسمى الإيمان وفي الزيادة والنقصان. طيب نكمل. يقول: ثم قال البخاري رحمه الله: ويزيد وينقص. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الآيات يأتي موطن الشاهد الإمام البخاري قوله: فاخشوهم فزادهم إيمانا، للذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا فزادهم. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الجزء الثاني بقى من التعريف، الإمام البخاري يقول: ويزيد وينقص. تعريف الإيمان كامل عند أهل السنة: قول وعمل، يزيد وينقص. يزيد وينقص. حافظ بعد ما شرح لنا شطر الكلام، كلام الإمام البخاري في إن الإيمان قول وعمل، جاب الجزئية الثانية اللي هي يزيد وينقص، بيشرحها بقى، يشرحها لنا. ماشي. طبعا زيادة الإيمان ونقصانه ده قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. وروي هذا الكلام، يقول بقى الحافظ رجب: وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة بن عباس وغيرهم من من الصحابة. يعني ايه روي هو هنا بيتكلم جمهور العلماء بالتعبير بالزيادة والنقص. انتبه معي، يعني يتكلم هنا يكلمنا، وإلا فأهل السنة والجماعة بلا خلاف الإيمان يزيد وينقص عندهم، لكن هنا التعبير بالزيادة والنقص، بالزيادة. وهاجي دلوقتي، احنا عندنا الزيادة الآيات صريحة، الآيات صريحة، ووردت عبارات تصرح بالزيادة والنقص عن بعض ووردت بالمعنى عن بعض الآخر بالمعنى. يقول: وروي معناه، أي معنى الزيادة والنقصان، عن علي وابن مسعود وعن مجاهد وغيره من التابعين، من التابعين. يبقى احنا نتكلم هنا ان الجمهور بيصرح يزيد وينقص، وهنبين دلوقتي ان ده الكلام الراجح والصحيح، انه يزيد وينقص، ويزيد في كافة عناصره. بعد ما نصرح بس اخوان، والبعض وان بعض الصحابة صرح بهذا، واثار دي موجودة بالفعل ثابتة عنهم، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة تحقيق الشيخ الألباني جاءت بهذه الآثار وغيره، بس حتى لا نطيل في موضوع واحد عشان نزيد فيه. لكن والبعض روية بالمعنى عنهم، زي عن سيدنا علي وابن مسعود بالزيادة والنقصان يعني، وتوقف بعضهم في نقصه، البعض توقف في النقص فقال يزيد ولا يقال ينقص. طيب ليه اللي توقف ده توقف ليه؟ ماشي. قال يزيد ولا يقال ينقص، قال لك لان الأدلة جت في الزيادة. الأدلة جت فين؟ في الزيادة، زي ما احنا تلونا الآيات منذ قليل: زادتهم إيمان هذه إيمانا، زادته هذه إيمانا، فزادهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فكله جاي بالزيادة. فكأن هذا البعض يعني توقف عند حد اللفظ الذي ورد، وامتنع أن يقول بالإيه؟ بأنه ينقص. قال لك لا، لكن هذا يرد عليه، يرد عليه بماذا؟ بأن الزيادة لا تكون إلا مع النقصان. انتبه، الزيادة والنقصان متلازمان. انتبه، ما زاد لا ينقص، فدي من لوازمه، فمن لوازم القول بالزيادة بل المتلازمة معه اللي لا تفك، انه كما يزيد وإلا لما عرفت الزيادة، ولما عرفت الايه
الزيادة. فالزيادة والنقصان متلازمان ماشي. طيب والبعض طبعا قال وده بيقول وروي ذلك عن مالك، يعني ده وجع عن ايه الامام مالك، ايه يعني ذكر عنه انه لم يقل ايه اخبارك ينقص انما قال زاد. لكن المشهور عن مالك خلاف هذا، المشهور عن الامام مالك قول الجماعه يزيد وينقص، يزيد وينقص يقول والمشهور عنه كقول الجماعه المشهور عنه ماشي. ابن المبارك يقول الايمان يتفاضل، وهو معنى الزيادة والنقصان، وهو التفاضل يعني الزيادة والنقصان، وقالوا فيه على تفاضله، هل أنت فيك الأملاك أو كالرسل ماشي، وهو قالوا متفاضلون، التفاضل هو معنى الزيادة والإيه والنقصان. ثم يقول قد تلا البخاري الآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان اللي احنا ذكرناه، وقد استدل بها على زيادة الإيمان أئمة السلف قديما، يعني يخبلك منهم عطاء بن أبي رباح فمن بعده، نعم ديت يعني القرآن أتى بذلك صريحا صريحا، آيات صريحة في بيان زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. وتلا البخاري أيضا الآيات التي ذكر فيها زيادة الإيه الهدى، فإن المراد بالهدى فعل الطاعات والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ليه؟ لأن الهدى فعل الطاعات والإيمان مجموع الطاعات، ما هو الإيمان إيه؟ ما الطاعات من الإيمان. فعشان كده ذكر هذه، معنا عندنا آيات أدلة ورد فيها زيادة الإيمان صراحة زي قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والآيات المذكور فيها الزيادة، وآيات وردت بالإيه بالمعنى والذين اهتدوا زادهم هدى وغير ذلك من الأدلة. انتبه معي، فيقولهم كما قال تعالى بعد وصف المتقين فعل الطاعات، كما قال تعالى بعض وصف المتقين بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة اللي في سورة البقرة، هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والآخر بقى إيه ويؤتون الزكاة، الآخر الأدلة أو الآيات هم رزقناهم ينفقون يبقى ده جاب الأعمال والطاعات في الهداية، هدى للمتقين فالهداية فعل الطاعات. طيب وبيزداد بفعل الطاعات هداية، يعني يزداد إيمان، والطاعات من مسمى الإيمان بتزداد إيمانا. طيب يقول وبالإيمان بما أنزل إلى بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا صدر سورة البقرة كما وإلى من قبله، وباليقين بالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. بعد كده بعد ما رب العز وجل قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب قال بعد كده أولئك على هدى من ربهم، سمى كل هذا هدى وهو ذا الإيمان ماشي، فسمى ذلك كله هدى. فمن زادت طاعاته فقد زاد هداه، اللي يزيد الطاعات بتاعته يزداد هداية، يزداد هداية. يقول ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب، قلنا الاثنين، قلب يدخل التصديق ويدخل فيه الايه عمل القلب، اعتقاد القلب يشمل حاجتين، قول القلب تصديقه وعمل القلب اللي هي العبادات الزائدة على مجرد التصديق اللي الحب والخشية والخوف والإنابة والإخلاص إلى آخره. يقول والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. نعم، لما الأعمال دي كلها والطاعات داخلة يبقى كل ما يزيد العبد طاعات داخلة في مسمى الإيمان يزداد إيمانه، ينقص إيمانه. يقول وقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعض السلف بقى صرح كمان قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانه محمد أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.